السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدين قناة الواقع الجميلين، الله يحييكم في فقرة طبختين. مرحبا والله مسهلا. نذكركم حبايبي في هاشتاج، مشاركتكم وأراكم في هاشتاج البزنس 47. ومع الأسف اليوم نودع أخونا، كان معي أخونا اللي هو سعود الوازعي، أقول عسى الله يوفقك يا سعود أبو فارس، وهذه بداية انطلاقتك، وأنت والله نجم وإضافة للبرنامج ولك محبينك ولك جمهورك، وترى هذا الفوز يا سعود، عسى الله يوفقك يا حبيبنا. يا مرحبا والله مسهلا. نذكركم 300 نقطة راح نسحبها بمشيئة الله تعالى نهاية الفقرة، زين، على هاشتاج البزنس 47. اكتب اسم متسابقك المفضل عندك بدون تكرار الاسم او بدون اضافة نقاط، زين، بحيث تمنحها 100 نقطة. 300 نقطة اليوم راح نسحبها غير نقاط تقييم الشيف ابو علي. مرحبا والله مسهلا. ارحبوا يا الربع. سلام، مرحبا بفرج، كيف حالك؟ عساك طيب، شلونك؟ هلا مهند، شلونك؟ عساك طيب، كيف الحال؟ اجل اليوم قزوي، ها؟ ايه خلاص باقي خلاف. طيب الله يحييكم. اليوم معنا فلاح بن فراج ومهند بن فردان وخلف القحطاني ومن بعد؟ محمد العويسي. محمد العويسي بدال سعود الوازي. سعود الوازي. الله يحييكم، امين، والله والله نعم الشارب. اي والله. رجل خلوق ورجل محترم ورجل فرض احترام على الجميع. للامانه للامانه. الله يحييكم، حياك الله يا ابو علي. يا هلا ابو سعد، كيف حالك؟ عساك طيب، حياك الله. يا مرحبا، شلونك؟ بخير الله يبارك ابو علي. انا اشوف الراعي معنا قصر لواني من بدايه البرنامج للحين يجي كل اسبوع يبهرنا بمنتج جديد. اي ما شاء الله، عنده منتجات واسعه كثيره والله. اي والله، اي ما شاء الله. فالله يعطيهم الف عافيه قصر لواني. ونذكر مشاهدينا الكرام اذا مطبخك ناقصه اغراض منتجات مر على قصر لواني، ترى عندهم منتجات طيبه، شيء اصلي ما يحتاج، مر بتطبخ لك شيء وانت مبسوط، ولا لا يا ابو علي؟ اي والله، عندهم شيء اشياء مميزه ومتقنه صراحه، يعني الكواليتي اللي فيها عالي جدا جدا. انا لفت انتباهي انه الخامات اللي بيشتغلوا فيها جدا عاليه. يا سلام يا سلام، يعني هذا الشيء صراحه اذا منتج وطني بيرفع الراس من جد. ما يحتاج. اي والله، يعز الله يرفع الراس. اي والله. وبالاضافه يا ابو علي، يوميا عندنا طبخات يا اخوي، اكل الله يديمها نعمه، اما حلا ما بحلا، اما سلطه ولا أكل ولا الطبخه الحاره. ابو علي نبيك تكسر الاسبوع ذا بالحلا. بالحلا؟ اي اوكي. بسبوسه، ايش اسمه، اي حلا، اي صنف نوع حلا. اوكي بس لو القيمات يا رجال، ولا لا يا شباب؟ بس تريحونا بالوقت، تعطونا وقت، ما في مشكله. ما عليك، ازهل. أوكي. مره. اوكي. الله يعطيك الف عافيه. هلا محمد. هلا. وبالاضافه نشكر منتج بهارات مقدار على رعايته من بدايه البرنامج الى باذن الله تعالى الى نهايه البرنامج، يعطيهم الف عافيه على منتجاتهم الطيبه. صراحه كل طبخه متخصص لها بهارات خاصه، بيض الله وجيهم. عندهم فوق اكثر من 10 انواع ولا لا؟ مقدار اكثر. شو 10 كم؟ انا اتوقع يتعدى ال 25 صنف بهارات. 25؟ ايه ما شاء الله تبارك. كل طبخه حتى البهارات الايطاليه موجوده، الارجوانو، الزعتر البري. اي صحيح، بلا شك كلها موجوده. الثوم الباودر، البصل الباودر، كله موجود. كل شيء، كل شيء موجود. حياك الله يا ابو حمد. الله يحييك. شلونك؟ طيب. تراني صحصحت عقب القهوه العمانيه للبارح. والله بشربها اليوم بعد مره ثانيه. اليوم والله ما لا لا ما احنا متعبينك، لكن بيض الله وجهك. وجهك عادي في راسي يا ابو فرج. ما تعبنا. اي والله. الشهاده فيها مجروح صراحه. مقدار حتى السوالف تبهرها. يا سلام. حتى السوالف. يعني ما اجل في لا دي واجد يا ابو فرج. يعني فيها منتجات تبهر السواليف من عندهم يعني. ايه. كل شيء. احطها على الكبسه واستلم الخط. يلا حيهم، كيف حالك يا مهند؟ الله يعافيك. ساك طيب. الله يبقيك طول. اشوفك كانك شويه منعش شوي. اما تعبان ولا اخلاق وسط. اي ولا اخلاق. لا لا، انت تعرف نايمين متاخر. متى تنامتم؟ والله متى نمنا؟ صح صح. قاعد احنا مسويين ذا اليوم حمله تنظيف. بالله عليك. اي والله. الله يعينكم ويبيض وجيهكم ان شاء الله. طيب شباب، بنسحب اليوم على القرعه. ابو